طبعا بعد كل الاعتراضات او يعني التساؤلات عن هذه التعرفة الجديدة، رح نوصل بالاخير لمجلس النواب اللي هو بالامكان انه يسأل، يحاول لجنة الطاقة تحديدا يكون في اي مدخل اي واسطة شركة الكهرباء، اقل مجلس النواب بالاخير المجلس التشريعي، وبالتالي الرقابة والتشريع في مجلس النواب. ولكن معنا الان سعادة السيد ضرار الحراسيس عضو لجنة الطاقة النيابية، يعطيك العافية. أهلا بك ضرار. أهلا حبيبي. الله يحييك سيد ضرار. يعني سؤالنا الأول، هذه التعرفة الجديدة بدأت يعني هناك يعني عملت جلبة حقيقة لدى الناس، وخاصة من الذين يشعرون أنهم قد يتضرروا أكثر، اللي هم بالذات أصحاب يعني اللي أسسوا للطاقة المتجددة لديهم في منازلهم. كيف الآن تابعتم هذه التعرفة الجديدة في لجنة الطاقة في مجلس النواب؟ سيدي، أول شيء قامت وزارة الطاقة بنشر موضوع أنه تم التشاور مع أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب، وهذا حكي غير صحيح. غير صحيح أنه ما صار أي لقاء ولا؟ لا صار لقاء بس ما صار تشاور. هم أجوا أطلعونا على موضوع الشرائح فقط لا غير، دون شرحها بالكامل كموضوعها، أنه راح يصير فيها كيف. يعني كان الحكي أنه أكثر شيء أنه راح يكون مصالح المواطن. هسه إذا بتطلع على الشرائح اللي نشرتها هيئة الطاقة أو وزارة الطاقة بيختلف عن بعض. يعني لا مش متفقين حتى هم من بعضهم، يعني هي الطاقة مش متفقة مع وزارة الطاقة بموضوع هذا. ناشرين كل واحد. هم لما اجوكوا قدموا هذا المقترح ما كان في شيء مكتوب واضح؟ لا كان مكتوب، وكانت الوزيرة موجود وانا كنت موجود باللجنة يومتها، بس انا سألت زيد العتوم قال لي لا، اللي هو رئيس لجنة الطاقة قال لي ما صار تشاور. هم اجوا اطلعونا انه راح يصير في عندنا بدل 7 شرائح 3 شرائح، وراح يكون فيها تخفيف على المواطن، وراح يكون في بعد بين الشريحة والشريحة الثانية، يعني جاب أكبر، وأنه راح يستفيد المواطن منها. الآن في عندك منشورة هاي الشرائح على موقع هيئة الطاقة، منشورة على موقع وزارة الطاقة. للأسف الشرائح تختلف من هون، يعني وزارة الطاقة بتقول أنه المواطن راح كيلو، راح يتحاسب على الكيلو بصرفه، راح تكون سعر الكيلو. هيئة الطاقة ناشرين أنه لا، المواطن لو صرف 350 400 كيلو راح يدفع 600 كيلو. فالان الأمانة هي الامور كلها متضاربه، وانا اول امبارح كنت مع روتان على الموضوع هذا، فطلبت انه يعني ننتظر شوي، لانه اولى ناس ينشر هاي الشرائح بشكل حقيقي ومفهوم هو ما نتعامل معها، وهي شركه الكهرباء الاردنيه، يعني افضل ناس لانه هي اللي بتصرف فواتيرها. فالموضوع الان مستنى من شركه الكهرباء الاردنيه توضيح هذا الموضوع، واتوقع راح يصير في جلسه قريبا لاعضاء لجنه الطاقه بهذا الموضوع. كان الموضوع لسه ما خفش موضع السريان، لانه بتبلشوا فيه ب1/1/2022. ففي يعني يعني انتم بخبركم يعني بوزاره الطاقه وبتعديل هذه التعرف، هل انتم من الممكن ان تغيروا وتعدلوا فعلا على ما تم نشره؟ كيف عيد ولا انه انقطع الخط؟ يعني هل بالامكان فعلا انه انتم في لجنه الطاقه تعاودوا يعني تعاودوا النظر والاستماع لشركه الكهرباء او لما حصل من هذه التعرفه، بحيث انها تتغير عما كانت عليه الان؟ ما هو هل مدتاب انت الكميات اللي بتحسب الان تسعير جديد، بتحسب من كميات السحب ولا على الشريحه الجديده مقطوعه كما تدل هي 42 دينار كل 600 كيلو؟ أسأل الأمان، يعني الأمور لغاية هذه اللحظة مش واضحة. هي مش واضحة بس بالإمكان أن مش واضحة، ولذلك فيها لبس كثير، ونستنى أنه أي تفسير من أي جهة معينة تفسر هذا الموضوع. وأنا بقول أن أفضل الناس ممكن يفسر هذه هو من يتعامل مع إصدار فواتير الكهرباء لشركة الكهرباء الأردنية، لازم يعني نطلع منها نفسر هذا الموضوع على حقيقة. سيد ضرار، يعني وصلتكم أنتم الشكاوى؟ يعني أنت حاولت أن أو هل يعني هل وصلتكم الشكاوى تماما؟ مثلا أحد من تواصل معنا من المتضررين، من الذين مثلا قاموا بتركيب طاقة متجددة في منازلهم ودفعوا 2003 بنحكي للمنازل العادية، والآن في الترتيب الجديد سيطالبونهم بالدفع. كثير شكاوى من نوع هذا، أنه هذا الإنسان راح يتضرر، يعني هذا الإنسان المبلغ اللي دفعه ما راح يستفيد منه شيئا. نعم، ولذلك يعني احنا مستنى تفسير صح، بس بقول ان كل الاعلام انتظروا جلسه لجنه الطاقه. ننتظر مع وزاره الطاقه بهذا الموضوع. المهم انه الصوره وصلتكم انتم كنواب انه هناك شكاوى، ولكن بما يتعلق موضوع الدعم، يعني احنا جربنا دعم الحكومه كثير، امشي فيها من دعم الكوبونات لدعم المحروقات لدعم الخبز، كله يعني عباره عن دعم اني وبعدين بذوب وبطل في دعم.
نعم نعم ولذلك احنا نرتجي خير من هذا الموضوع، موضوع الدعم. يعني ممكن الدعم يمشي 6 أشهر سنة وبعدين ينتهي. نعم، فبكم تحاولوا تعدلوا عن هذا الموضوع، وان يعني ان شاء الله انه لا احنا راح نحاول انه نوصل للحقائق قبل ما تصير تطبيق لهذا القرار وننشرها، ما راح يعني راح نكون شفافين مع الشعب في هذا الموضوع. تمام تمام سيد ضرار الحراسيس، عضو لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا.